بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والعشرون. عشرون كتابا. عشرون عدد كتابا معدود، أو تقول عشرون خبر ومبتداؤه محذوف. التقدير هذا عشرون كتابا. عشرون مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. كتابا تمييز منصوب. ثلاثون تلميذا. ثلاثون عدد تلميذا معدود. ستون قلما. ستون عدد قلما معدود. ثمانون كراسة. ثمانون عدد كراسة معدود. تسعون مليما. تسعون عدد مليما معدود. اشتريت اليوم عشرين كراسة. اشتريت فعل ماض والتاء فاعل. اليوم ظرف زمان متعلق بالفعل اشتريت. عشرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو عدد كراسة معدود. تمييز: في هذا الفصل يتعلم ثلاثون تلميذا. في حرف جد هذا اسم إشارة في محل جد مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل يتعلم. الفصل نعت: يتعلم فعل مضارع ثلاثون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو عدد تلميذا معدود. تمييز: هذا الكتاب يساوي عشرين مليما وذلك ثلاثين مليما. هذا اسم إشارة مبتدأ. الكتاب نعت لهذا يساوي فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو يعود على المبتدأ. عشرين تمييز منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو عدد مليما معدود. وحرف عطف ذلك اسم إشارة للبعيد مبتدأ وخبره محذوف. التقدير يساوي ثلاثين تمييز بفعل محذوف وهو عدد مليما معدود. باع الكتبي عشرين قلما وستة كراريس وأربعة ألواح وثلاثين مسطرة ومحبرة. باع فعل ماض. الكتبي فاعل. عشرين مفعول به وهو عدد قلما معدود. وحرف عطف ستة كراريس معطوف على عشرين قلما. وحرف عطف أربعة ألواح معطوف على ستة كراريس. وحرف عطف ثلاثين مسطرة معطوف على أربعة ألواح. وحرف عطف محبرة معطوف على ثلاثين. خرج الخادم إلى السوق فاشترى ثلاثين رطلا عنبا. خرج فعل ماض. الخادم فاعل. إلى السوق جار ومجرور متعلق بالفعل خرج. فحرف عطف اشترى فعل وفاعل معطوف على خرج. ثلاثين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء وهو عدد رطلا معدود. عنبا تمييز. اشتغلنا اليوم عشر ساعات. اشتغلنا فعل ماض نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. اليوم ظرف زمان متعلق بالفعل اشتغلنا. عشرة ظرف زمان متعلق بالفعل اشتغلنا. عشرة مضاف ساعات مضاف إليه. بكم اشتريت هذا البطيخ يا أخي؟ بعشرين مليما. بكم جار ومجرور متعلق بالفعل اشتريت. اشتريت فعل وفاعل هذا مفعول به. البطيخة نعت لهذا يا حرف نداء أخي منادى وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير أخا لي. بعشرين جار ومجرور متعلق بفعل محذوف. التقدير اشتريت بعشرين مليما. عشرين عدد مليما معدود. كم يساوي هذا الفرس؟ عشرة جنيحات. كم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ يساوي فعل مضارع خبر. هذا فاعل يساوي وهو منعوت. الفرس نعت. عشرة تمييز بفعل محذوف. التقدير يساوي عشرة جنيحات.
عشرة مضاف جناحات مضاف إليه ذهبت إلى المكتبة الضياء فاشتريت كتبا وأقلاما وكراريسة ذهبت فعل ماض والتاء فاعل إلى المكتبة جار ومجرور متعلق بالفعل ذهبت الضياء بدل من المكتبة فحرف عطف اشتريت فعل ماض والتاء فاعل كتبا مفعول به وحرف عطف أقلاما معطوف على كتبا وحرف عطف كراريس معطوف على أقلاما اركب دراجتك اركب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت دراجتك مفعول به وهو مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه التقدير دراجة لك أركب دراجتي أركب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا دراجتي مفعول به وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه التقدير دراجة لي اركبوا دراجاتكم اركبوا فعل أمر والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والألف فارقة بين الاسم والفعل مبني على السكون لا محل له من الإعراب دراجة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم وهو مضاف كم ضمير متصل مضاف إليه هذا الحصان يساوي 90 روبلا هذا اسم إشارة مبتدأ الحصان نعت لهذا يساوي فعل مضارع خبر 90 تمييز وهو عدد روبلا معدود اشترينا هذا الثور ب40 روبلا ثم بعنا ب55 روبلا اشترينا فعل ماض نا فاعل هذا اسم إشارة مفعول به الثورة نعت لهذا ب40 جار ومجرور متعلق بالفعل اشترينا 40 عدد روبلا معدود ثم حرف عطف بعنا فعل وفاعل ب5 جار ومجرور متعلق بالفعل بعنا وحرف عطف 50 معطوف على 50 مجرور مثله وهو عدد روبلا معدود والله أعلم بالصواب.